السلام عليكم. دلوقتي في داله هنشوف اسمها سام اف، يعني بتجمع الارقام بشرط معين. يعني عايزين نسال بشرط ان الرقم ما يقلش عن كذا او ما يزيدش عن كذا. فاجي هنا اقول له سام اف، واقول له جو يجيب لي الداله اهيت، اختارها. بيقول لي اختار النطاق بتاعك، ابدا اختار بالشكل دوت. وبعد كده الكريتيريا اللي انا عايزها، وليكن مثلا ان الرقم مثلا يكون اكبر من مثلا 3000، تمام. ودي اختياريه اللي هي سم رينج. طب اوكي، هيبدا يجيب لي الرقم دوت. طيب لو غيرت في اي رقم من دول، تمام، مثلا غيرت في الرقم دوت خليته مثلا 333، مش هتلاقيه مش هيتغير رغم ان هو موجود في قلب النطاق. امتى يتغير؟ لو انا خليته 3001 مثلا، هيبدا يجمعه. يعني هيبدا يجمع لو الشرط اتحقق، يعني قاعده اف لو الشرط اتحقق اللي هو ان الرقم ده يكون اكبر من 3000، ابدا اجمعه من ضمن السلسله ديت. فده بيفيد ان انا احط شرط للحاجه اللي هتتجمع، مش مجرد اجمع وخلاص. طبعا هي ممكن تتعمل بان انا اعملها قاعده اف وادخل فيها قاعده صم وكده، بس دي قاعده دامجه الصم مع الاف في نفس الوقت.